حد في الدفاع، انا شايف ان حد في النص برضو، طرف واحد، طرف جناح وواحد مع وسام. احنا الاول نراجع المحترفين الموجودين عندنا، هل احنا مستفيدين منهم استفادة كاملة ولا لا؟ دي بتبقى في خطة الكورة والتدعيم الجديد. خط الدفاع طبعا محمد عبد المنعم لازم يبقى ريبليس، يعني يبقى يتعوض بواحد تاني بنفس قوة محمد عبد المنعم وأهدافه اللي كان بيجيبها، وعمرنا ما هننسى محمد عبد المنعم في اللي عمله. يعني خط الوسط برضه أعتقد محتاج تدعيم يعني برضه، والهجوم حد مع أسامة أبو علي. أنا عايز أدعم الهجوم. بالنسبة للكولر بيقول لك أنا عايز لعيب أجنبي، ماشي هات، وهات معاه اللعيب المصري اللي هو شريف. أولا في الهجوم احنا محتاجين رأس حربة، رأس حربة يكون مختلف ويكون حاجة محترمة قوي. تعاقدات مع اللعيبة تكون على أعلى أعلى مستوى، ما يجيش لعيبة بعد فترة معينة تقول أنا ماشي ولا إعارة ولا لا. احنا النهاردة احنا بندفع فلوس مش قليلة، بندفع فلوس جامدة، فلازم اللعيب اللي هيجي اسم النادي الأهلي ده بيبقى كبير عليه، لا يركن نجيب الواحد اللي هو يقدر يمثل النادي الأهلي. تسويق، يعني شركة الكورة مسؤوليتها التسويق، الجود سيليكشن، حسن الاختيار. في لعيبة كتيرة لكن مش كل اللعيبة اللي تنفع ان هي تلبس تيشيرت النادي الاهلي. الملاج غير دور واحد اساسا، تسويق وتجهيز الفريق بمده بلاعبين جداد بالافكار بتاعتهم، هي الشركة اساسا تسويقية. يعني في صفقات كتيرة في الفترة اللي فاتت ضاعت مننا زي بالعيد ومحمد رمضان، هل دي كانت فعلا في مفاوضات؟ وهل هل دي فعلا كان في شركة الكورة كانت داخلة فيها؟ احنا مش فاهمين. انه يبقى فير للاسف، يعني الكره المصريه جميله وكل حاجه بس الاهلي وزمالك بس. والله اتحاد الكره المفروض ان هو يدي لكل فريق حقه، كل نادي حقه، يعني في يبقى في حياديه. المواعيد بتاعه الماتشات والمواسم، المواعيد البدء، مواعيد الانتهاء، الحياد، العدل بين كل الفرق. اتمنى انه يبقى على خط الحياد، واتمنى انه يكون الاخطاء السابقه كلها والسلبيات اللي حصلت قبل كده تكون قدام عينيه وقدامه على الورق، ويحاول بقدر الامكان بنسبه كبيره ان هو ما تتكررش.